حوار طارئ. معنا ضيفين في هذه الليلة، ضيفين جميلين، ضيوف أنا وأنت، مبدعين متميزين. الأستاذ سامي جار الله، حياك الله. يا هلا أبو سارة، الله يحييك. أهلا وسهلا فيك. سعيد جدا. الأستاذ ياسر عباس، يا هلا وسهلا. سعيد جدا بلقائك ولقاء الجمهور الكريم، إن شاء الله يكون حوار ممتع ومفيد. ونرحب أيضا بالجمهور المنضم إلينا عبر الفيسبوك المباشر في الانستغرام ولا فيسبوك؟ فيسبوك، في الفيسبوك طبعا. اللي يبغى يدخل يتابعنا الان. نعم. في الفيسبوك، حساب القناه في الفيسبوك. يس. بس مباشر، بث مباشر، مو بث ولا كلمه، بث مباشر. وحياكم الله مشاهدينا ومشتركي شبكه قنوات المجد الفضائيه اينما كنتم وحيثما حللتم. فكره الفقره باختصار، عندنا ظرف موضوع نناقشه انا وضيفي العزيزين، ما نعرف ايش الموضوع. طبعا الموضوع والله للحين ما ندري ايش الموضوع. مفاجئ. نفتح الظرف نتكلم في هذا الموضوع، نتناقش، وكل يدلي بدلوه حسب وجهة نظره. نقول بسم الله. بث الفيس غريب يا أخي. أيوة. ما يطلع لك من الموجود من ما موجود. ها شباب، ايش تتوقع الموضوع؟ أتوقع يا رب يكون موضوع ترفيهي. أتوقع الأمطار. أنا كان المرة اللي راحت تناقشنا الإعلام أو ليش كلها في رمضان، يعني مسلسلات. بس الآن ما إحنا كان موضوعنا عن تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية، ليش لازم في شخص في البيت يتحمل المسؤولية؟ إذا أنا أتوقع ما تكلمتوا عن الإعلام وعن المسؤولية، اتوقع عن تصميم الديكورات. اوف، اتوقع مواقع التواصل الاجتماعي بدون سكيب عشان تجيب طريق. لا 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 والله، بس يعني كذا لانه حلو، لانك انت متميز انت وياسر. انا لا والله، انت التميز والاساس كله والله. شكرا لك يا شيخ. فانا اتوقع هذا الشيء. هاي على بركه الله نفتح. ايش رايك قبل، ايش رايك ترى صوتكم ما واضح محمد عباس، عشان نكون اكثر تنظيما. ايوه، نحط محاور، يعني اول ما نشوف الموضوع نحط له مثلا محاور. ما احتاج، انا هنا اسمي مقدم، اسمي محاور، فأنا بخدت أي حاجة. أنت داير كلامي عجبك عجبك، ما عجبك ترى نقدر نجيب. أنت مو محاور، أنت مو محاور، أنت مو محاور. أختلف معاك أستاذ الغالي، أنت مو محاور، أنت حوار. صح. الحوار، تعرف الحوار إيش؟ عارف الحوار إيش هو الحوار؟ الحوار طارق. ياسر مهمة. أيوه يا سارة. أيوه. عشان الموضوع أبشر أبشر من أي الزوايا يناقش. يا سلام يا سلام. وأنت عاد السيد العارفين ترى. بإذن الله أبو عمر، مشكلتي أحترمك وأحبك، فما أقدر أقول. يلا بسم الله على بركة الله. نقول بسم الله يا جماعة. مشاهدين الكرام، اكتبوا على هاشتاج ايش تتوقع الموضوع. لا لا خلاص، تخيل تاسيس السيراميك في المملكه مثلا. اوف والله، كانت في ورقه طويله، حس فاتوره مواد بناء طويله. وليش اللون هذا؟ يلا اقراها يا عباس. اها، قال ما تفتحوها. ايش بطل؟ قال اصبروا والله. طيب لسه يقول حتى الان لا تفتحوا لسه. طيب يا مشاهدين، يا اخي لا تطق الطاوله. انا انسان اتناقش كذا دائما، معلش لازم اطق الطاوله. اللي تتابعونا بالفيسبوك، معلش هذه طق الطاوله يطيح على الجوال. طيب اسلم، وش تقول؟ نفتح الظرف يا جماعه. ايوه، وش تنتظر؟ نقول بسم الله، توكل على الله. اي ذكرني بفواتير الصدريات. يا هلا وسهلا بكم من جديد في فقره حوار طارئ. هالمره عندنا حوار طارئ ودنا تتناقشون فيه وتوضحون وجهات نظركم للجمهور. طارئ اخوه جليل. الزواج من سنن الحياة ومن الأشياء الضرورية اللي يجد بها الزوجين راحة البال والاستقرار وبناء بيت العمر وتكوين الأسرة والخوض في مسارات الحياة. لكن في شيء غريب جدا قاعدين نشوفه هالأيام، ألا وهو زيادة نسبة العنوسة للإناث. وبالمقابل الشرع محلل لكم أربعة يا رجال، لكن الأغلب موحد. اي اهدى، ما تقول لي تجيبوني في دقيقة. ايش فيه؟ انا توي ما دخلت القفص، اصبروا. اذا يا شباب، هل فكرة التعدد تراودكم احيانا؟ وليش بعض الناس ينظرون للمتعدد انه ما حفظ العشره اللي بينه وبين زوجته الاولى؟ والسؤال الاهم، لو توفرت عندك جميع الوسائل المساعده والمهيئه للتعدد، هل ستعدد؟ والله جوي يا جماعه، جوي جوي جوي. اللي مو عاجبه، اللي خايف يتكلم، اللي خايف يتكلم ومو عاجبه، من الحين يقدر يعتذر. انت احد الضيوف، يعني انت ستجيب. نعم على هذا السؤال. انا ساجيب. اي طيب. طبعا سؤالنا الاول، قبل خلينا اول شيء، ما هو دفع اسئله دقيقه انت. أيوة. لا اله الا الله، يعني خلينا نناقش الموضوع من بدايته. ترى ذكر شيء مهم. نعم. وهو من المشكلات الاجتماعيه اللي هو موضوع العنوسه. يعني خلينا نناقشها من اي الزوايا. يا سلام، يعني هو من البدايه بدا قال يعني انه الزواج سنه من سنن الحياه التي يعني يستمر بها. انا اشوف ان كل واحد يعطي رايه بشكل عام ومن ثم ندخل في التفاصيل. ايوه، ف لا تطق على الطاوله. ما اطق والله، حطيت جوالي. طيب، فقاعد يقول شفنا هذه الايام انه قاعدين نشوف زيادة نسبة العنوسة بشكل كبير عند، طبعا نسبة العنوسة معروفة عند النساء، زيادة نسبة العنوسة بشكل كبير جدا جدا جدا. وبالمقابل يعني الشباب اللي كاتبين الكلام ده شايفين انه الحل للعنوسة دي اللي هو انه الشرع حل الأربعة. ف
ايش رايك يا ابو عمر اول شيء في انتشار العنوسه قبل كل شيء يعني؟ والله يا اخي ترى انه انتشر ولا لا؟ يعني اللي نقرا طبعا واللي احيانا نلمسه ونشاهده ونسمع عنه انها منتشره وهي ظاهره وهي مشكله اجتماعيه يعني ظاهره، ونسب العنوسه تخرج كل سنه يعني من الشؤون الاجتماعيه او غيرها الجهات اللي تعنى بهذا الامر، لكن انا اتحدث الان على موضوع دور ولي الامر في هذا الشيء، يعني دور اخوان حتى البنت اهلها اقاربها التواصي بين الاقارب بهذا الشأن، ترى يمكن الان اختلف عن اول، التوسع اللي ساير الان التوسع الكبير هذا، امتداد الاسر امتداد البيت، الواحد يطلع منه 20 بيت، الولد من هنا والبنت من هنا والدنيا من هنا وكذا. انا سمعت مقطع سبحان الله امس كنت اسمعه وقبل امس، كان يتكلم كلام جميل يعني، يقول اول كان يعني اذا غابت الام تنوب عنها الخاله لانهم قريبين لبعض كلهم يعني، وتنوب زي ما تقول حوش واحد يعني، قصدي ما تقول توكلها عليه لا خلاص كذا اوتوماتيك مباشره على طول تقوم بالدور. ليش؟ لقرب الافراد وقرب الاسر. الان مع التوسع هذا صار احيانا ربما بعض الاقارب ما يعلم كم عند هذاك من بنت تحتاج الزواج ولسه ما تزوجت، ولا هي عانس ولا ايش وضعها. هذا التباعد مشكله، هذا يسبب هذا الفجوه اللي سايره، هي اللي يمكن اهم عندنا نناقشها الان، كيف نحلها، كيف نقرب الموضوع، كيف نختصر الطريق امام الفتيات وامام النساء يعني. هذا اللي اتصور شيء مهم ياسر. اول شيء لازم من نذكر كذا كلمه بحجم كبير جدا، ان الموضوع حساس وحساس جدا يعني، ما يعني اي موضوع، العنوسه ولا التعدد، ترى كلنا بدينا بالعنوسه. انا اتكلم الان، لا اشوف الموضوع الطاغي الان مساله العنوسه هو الاكثر يعني وضوحا في 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 الكلام اللي ذكر، واشوف انه موضوع حساس جدا، فودنا انه نتكلم فيه يعني بحذر شديد حتى لا يعني يكون في غلط او كذا. انا يعني اكون معكم صريح جدا واتكلم بكل وضوح يعني، ولا تحسبون الموضوع انه في تاثير او كذا، لكن هذا رايي من زمان يعني، انه مساله لا نربط مساله التعدد بانه حل العنوسه. هو الحل الوحيد؟ هو لا يعني ما هو الحل الوحيد، هو احد الحلول ويمكن اقلها يعني. انا وجهه نظري في اسباب كثير ادت لمساله العنوسه، كان في تعسير لامر الزواج، تاثير على الشاب، تاثير في مساله المهر والمتطلبات والتكاليف وكذا والسن والى اخره، فاصبح مساله التصعيب على الشاب سبب من الاسباب. في عدة أسباب أخرى، مسألة يعني النصيب، وهذا شيء لازم نؤمن فيه جميعا أنه الزواج ترى نصيب في الأخير يعني. لا تعتقد الفتاة أنه الزوج ما جاها لعيب فيها، لا، هو في الأخير نصيب، ربي ما كتب أنه يعني يجي نصيب فيها في جاري معاودة على التصعيد. بعدين والله شو نسوي يا حمد؟ فأرجع وأقول أنه هي في الأخير المسألة مسألة نصيب، وأيضا مسألة وضع حلول واقعية لمسألة العنوسة، لأنها قضية موجودة بالأرقام يعني. جميل. ولا نقدر نحاول أنه يعني الشمس لا تتغطى بمنخل يعني. حلو. من الأشياء المعروفة الآن، حتى ترى ذكرت من عدة سنوات وحتى في تنبؤ لها من الإحصائيات، اللي هو زيادة عدد النساء أساساً مقارنة بالرجال. يعني زيادة عدد البنات اللي يولدوا الإناث مقارنة بالذكور، فأساساً في زيادة كبيرة جداً في العدد، دي رقم واحد. رقم اثنين، ترى في الفترة الأخيرة يعني صرنا نشوف عزوف كبير من الجنسين من الزواج، سواء من الأولاد أو من البنات. الأولاد بالسبب اللي قاله ياسر، اللي هو موضوع أنه زيادة التكاليف، تعقيد الأمور، تصعيب يعني موضوع الزواج، تضخيمه بشكل مهول جداً ومخيف. الشيء الثاني بالنسبة للبنات، يعني أنا من وجهة نظري أشوف أنه الفترة الأخيرة صار في فلسفة جديدة للبنات، معلش يعني. كيف يعني فلسفة جديدة للبنات في موضوع الاختيار والقبول والرفض فهمت الفكرة؟ يعني سابقا كانت البنت تتزوج من عمر يعني سن مبكرة، من سن مبكرة بغض النظر عن جميل رفض. أيوة، لكن الآن لا، تقول لك لا أصبر شوية يعني. أنا أتوقع والله أعلم أنه 90% من البنات العانسات 90% عشان ما أعمم ترى جاهم إرسال 90%، لكن كان عندها شنو اختيار، زي ما أقول خيار وفقوس، لا هذا ما أبغاه
هذا شكله كيف، هذا مش انت فاهم الفكره. طب معليش يا محمد، عشان نكون برضو اكثر واقعيه، احنا ما نبغى صح انه الواحده مثلا خلاص يعني خم وشيل، لا بس اقصد شنو، صار في عزوف كبير، وصار في مقوله تردد دائما ابو عمر. اي نعم، يقول لك انا اقعد معززه مكرمه في بيت ابويا احسن مما اعرس لي واحد خازوق. محمد عباس، بس رايكم شنو في الكلام ده؟ امرين، الامر الاول مثل ما في حق للشاب ان يختار شريكه حياته بمواصفاته، انا اشوف بالمقابل ايضا من حق شريكه الحياه ان تختار زوجها المناسب. ما قلنا شيء. دقيقه اكمل كلامي. أيوة. طيب، ولا هو عيب انه تقول انا قاعد معزز مكرمه وما اقبل الا بالزوج الفلاني، تمام، ما في اشكال، انا اشوف انه من حقها عادي. الامر الاخر، احنا اساسا قاعدين نتكلم والعنوسه والعنوسه، طيب السن اللي نقدر نقول هذا السن هو اللي وصلت، ومثل ما في عنوسه للنساء في عنوسه للرجال، في رجال يوصلون لمرحله من العمر ويعتبر معنس يعني. لكن ارجع واقول الان اختلف الزمان، اول البنت اذا وصل عمرها 22 23 24 سنه زمان او لا، الان في مرحله الخطر، هذه الان اذا وصلت عمرها 30 سنه لسه في دراسه في كذا في اي، فاختلف الزمان واختلف العمر واختلفت التفاصيل كثير من هالامور. صح، نقطه حلوه صحيح. يا اخي انا اجزم، رجعت شغلته، احيانا ضعف الانسان له سبب في هذا الامر. اثنين، ترى الشيطان ايضا، وتهوين هذا او تصعيب هذا الامر، ترى يعني احيانا الاقدام عليه لا، ما زلنا ننتظر. الثالث، نفس الفتاه نفس البنت احيانا ابوها وامها ودها بس هي رافضه لسبب او لاخر، اما تعليم او انتظر والله وظيفه، ولا انتظر سن معين، ولا ما زلت خليني استمتع بحياتي. لا، ونفس الشيء شاب ترى احيانا يجلس يقول لا لا لا، ولا انا شوف انا يجي هو. سبحان الله، اليوم انا كنت يعني اتحاور مع نفسي واحضر لكلمه على موضوع ان الكلمه الطيبه تؤثر فيك والعكس يؤثر فيك، مو بيأثر في اللي امامك، انت ابتداء يؤثر فيك. بمعنى يا اخي لو جاء واحد وقال يا اخي انا لو تزوجوا كل الشباب، ترى انا اخر، انا بعضهم اسمعها يقول انا حامل لواء العزوبيه، انا اخر واحد اتزوج. مو صحيح يا اخي، انت قاعد تبحث عن مصلحتك، وانت ايضا واحد من هالمجتمع الطيب. وشوف سبحان الله، خذ الامثله والنماذج الايجابيه اللي نشوفها عندنا وحولنا، باللي يتزوج مبكر او البنت اللي تاخذ مبكر كيف ترتاح. حتى بعضهم ما شاء الله، نذكر يعني بعض الشباب كان يقول والله هو في الجامعه، عندي واحد في الحي ما شاء الله في الجامعه، اولى جامعه تزوج، وكان يقول يا الله اول ما كنت اعرف اذاكر، صرت الحين انا تسالني واخذ واعطي وسولف الى اخره، حتى لو كان سن مبكره. ففي فرق، هذه فيها راحه نفسيه، فيها كذا يعني. ايوه، بس انا بقول لك شيء، في نقطه مهمه جدا يعني، احيانا احنا قاعدين نناقش الموضوع، موضوع العنوسة على انه هو نهايه الحياه. لا بس احس انه نعدل بس المصطلح يعني. انا اشوف انه نحط مثلا مساله عزوف، العزوف عن الزواج، بشكل بس عام، بس يعني بس اكثر شموليه. ترى نقطه ياسر اللي ذكرها، نقطه العمر دي مهمه. سابقا كانت العنوسة عمر معين، الان لا، السقف ارتفع واساسا نظره الناس اختلفت ومتطلبات الحياه واكثر من شيء. ف نبغى كنا نقول حاجه اللي هو انه ترى عدم الزواج ليس هو نهايه الحياه، او انه الزواج ليس هو كل الحياه. يعني بعض الاحيان ما يكون مثلا في نصيب، عرفت الفكره؟ ما كتب الله امر، ما كتب الله. ايوه صح، جاء في الان ما طلع مثلا، يعني زي ما قال ياسر، انا اشوف انه مثلا اذا جاء النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا اخي يعني عمل لنا قاعده ومنهج واضح جدا في موضوع الزواج، اذا جاءكم واضحه جدا من ترضون ايش؟ دينه وخلقه فزوجوه. يا اخي ما جاء دينه وخلقه، الافضل انه ما ذكر دينه وخلقه وماله مثلا. نعم ايوه، ما جاء مثلا، فالافضل انه تقعد البيت دي تكون عندك انت، صح ولا لا؟ فاذا ما الله كتب، انا اشوف انه ما هي نهايه الحياه، بل بالعكس يعني في فرص ثانيه كثيره، في اشياء اخرى، في ابداعات، في اشياء كثيره. لكن ايوه تكلم في عنوسه، لانه جماعه قالوا لي ادخل في الموضوع اللي بعده. يعني ايش الموضوع؟ بس اتكلم على نقطه ذكرها ابو عمر. أيوة. في مساله الزواج المبكر، انا من وجهه نظري قد اختلف مع ابو عمر في مساله الزواج المبكر. جميل، اختلف من كل الجانبين. يعني بمعنى انا ارى انه الشاب والفتاه في الزواج المبكر في ايجابيات وفي سلبيات، لكن انا ارى الانسب انه الزواج الغير مبكر، يعني على الاقل ما هو يصل لمرحله متاخره جدا، لكن لمرحله النضج ان صح التعبير الكامل
للجهتين ارى انه هذا الوقت هو الوقت الصحيح للزواج. على سبيل المثال يعني من حق اذا الزوج عاش حياته وتزوج في عمره 26 سنه والبنت عمرها 19 سنه ولا 20 سنه، انا اشوف انه البنت ما زالت ما عاشت شبابها الحقيقي، نضوجتها الحقيقيه او عزوبيتها الحقيقيه. طيب فانا اشوف انه السن اذا تاخر بالنسبه لي انضج، بمعنى الطفلة لسه أو البنت لسه ما وصلت، والشاب كذلك ممكن يتزوج عمره 22 سنة 21 سنة، هو لسه شاب الوعي عنده مش كامل. لا تبرر يا ناصر لموقفك، ده رقم واحد. رقم اثنين، أي موقف أنا ما أعتقد أنت عشان عمرك كبير وشيبت. لا ما أنا دخل. لا أنا ما أتكلم عني أنا. عندي وجهة نظر يا جماعة الخير مستقاة ممكن أقول ومستوحاة من السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أعتقد إن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قوله شرع وفعله شرع، صح ولا لا؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وعمره 25 سنة، فاعتقادي الشخصي ما أدري هل الكلام ده مذكور ولا أبو عمر في السيرة أنت أقول أنا والله أجيب معلومة تورطني. لا إيه. أنا إيش بقول إنه هو أنسب سن للزواج هو سن 25. طب أنت معاي يعني السن المتوسط بغض أيوة النظر. أنا ما قلت أنا ياسر تزوجت عمري 70 سنة أنا الصح. جبت لك القاعدة ياسر. أيوة. أنت كبير ترى. أنت معاي. بالك من 25 ترى سنتين ثلاثة. بس أتكلم أنت معاي. صغير. أنت معاي. أتكلم إنه في فترة، أنا أتكلم عن الرجال والنساء. نعم. إنه في فترة يجب أن يكون هناك وعي ونضج لكلا الجانبين. طيب لا الله. الآن الطفل عمره 12 سنة هو طفل صح؟ احيانا تلقى مخه اكثر من احنا زمان من 12 سنه. كم بالمية 90%؟ كثير يا ياسر كثير. بس ما هو 12 يعني اقصد لك انه الان موضوع الوعي ترى اختلف. الان يا حبيبي ال 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 الحياه المفتوحه والدنيا والعالم يعني كل يعلم. لما بعض العوائل يا محمد يزوجون بنتهم عمرها 14 ولا 15 سنه ولا 16 سنه، هذا ما هو بجرم؟ انا اشوف انه هذا جريمه في حق هذه الطفله. هذا العمر عدنا أنا أقول بعيد عن النقاش. أيوه. العمر بعيد عن النقاش تدني، لكن نتحدث على المعقول، المتعارف عليه. الآن صار أصلاً غير متاح نظامياً هنا عشان تكون عارف. لكن نؤكد على هالأمر، ترى المبادرة مهمة. يا سلام. المبادرة مهمة جداً، الالتفات. يعني شوف أحياناً المرأة حيوية في الغالب تسكت، ترى هي لها حاجة مثلها مثل غيرها. يعني يفترض الأب الأخ القريب الخال العم لابد يلتفتون لهذا الأمر. يا سلام. إحنا ليش قاعدين نخلي أحيانا من ربما لا دين له أو حتى عنده فكر خاطئ وهو اللي قاعد يتصدر مثل هالمواضيع ويطرحها؟ صح. جالس يتكلم يقول لا إحنا وين، أنت قاعد مع شبابك واستمتع وعين خير وتوك، وإذا وصل 35 ولا 40 يقول الحين نفكر في الزواج. يا سلام. أنا في نظر أنه تأخر جدا والله. يعني هذا الحديث بغض النظر عن اللي إلى الآن لسه ما تزوج على هالسن، تحدث على الوضع العادي. يعني أبو عمر قال نقطة ترى في البداية، أنا أشوف أنها نقطة محورية مفصلية، نقطة تفقد الناس اللي حولك. قال البعد عن الناس اللي أنت ما تعرف، ترى ممكن بعض الناس ما يدري أنه في بنت عمه لسه ما تزوجت أو بنت خاله أو أو أو، فلما يكون الأسر معروفة والناس عارفين إيش اللي صاير ترى بيكون يعني بتكون فيها حل كبير للمشكلة دي. إنه الناس في بعضهم، أنا أحكي لكم عن قريتنا وجماعتنا، اللهم لك الحمد ما عندنا ولا عانس ما شاء الله، ما عندنا ولا فتاة لم تتزوج أبدا نهائيا. إحنا عندنا حتى اللي يحصل مشكلة ما يحصل نصيب تتطلق من زوجها تخلص العدة بجاي تزوجها بجاي. عندنا جميل. أهم يعني تواصي تواصي جدا كبير جدا والناس شايلة بعض. ترى في موقف صار حقيقي فعلي، أنا كنت جالس مع واحد من الأخوة عنده بنات، وكان يكلم ينقل لي، هو يكلم واحد من مشايخ الفضاء، يقول يا أخي أنتم مشايخ ليش كذا مالكم طرح في مثل هالمواضيع؟ قال إيش مواضيع؟ ما يدري الشيخ وش اللي يبغى يتكلم عنه. يعني طبعا هو يمون على الشيخ بس في مجلس عادي. قال يعني يا أخي تشوفون بناتنا وتشوفون كذا، هو عنده بنات ما بعد تزوج، المفروض هذا الموضوع انتم تتحدثون عنه. قال انا اتحدث، انا خطيب جمعه وتحدث عن الموضوع. قال لا، نبي لابد مشروع كبير جدا يدعم ويقف مع هذا الامر. شوف الاتكاليه ما تصلح في هالامر، تدري انت الان مبادرة. يفترض في البيت مش ان عندك خطه انت تقول والله انا محتاج الفواتير الكهرب كذا، وانا محتاج ميزانيه لكذا، وضعي كذا، ودراسه العيال. حط من اساسيات الامر ترى فلانه السنه الجايه خلاص يفترض التفت لها. ليش كثير من القصص الجميله نسمعها التفت لها كيف يا ابو عمر؟ معلش ابى اقول لك حاجه، في كثير من القصص نسمعها اب شاهد شاب اعجب بسلوكه باخلاقه بدينه، يمسك بيده يقول انت متزوج؟
قال لا، قال عندي لك. لو قال إيه؟ أقول لك يتم، في كثير من القصص تمت كذا. في صحيح. كثير، حتى لو مو بشرط ولدك ولا بنتك، لكن تعرف فلان وفلان تروح تصير دليل خير. صح. تروح تتكلم هناك تقول ترى عند فلان هذا يستاهل وضعه كذا أو العكس وهكذا. شوف الحاجة دي جميلة حتى عند الناس الكبار. ترى في مشاركات الهاشتاج برضو. الحاجة دي جميلة جدا حتى عند الناس الكبار. أنا أمي ما تروح زواج. ما تروح زواج أو مناسبة. الحريم ما شاء الله في الزواجات. أمي ما تروح زواج أو مناسبة إلا وتجي طالعة. يا أخي ما شفته فلانة ذيك، يا أخي ما نشوفها لودهناية ذيك. انت فاهم؟ أيوة. امي على طول اي واحده تشوفها في الزواج ما شاء الله تبغى فلان لفلان فلان. الان ما شاء الله يمكن زوجت من اصحابي اخوياي، خلي من الجماعه ما شاء الله، يمكن اربعه. جميل. اخوياي. جميل. الفكره في انه الناس الكبار يعني عندهم حرص في الحياه دي. وترى على فكره يعني 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 الموضوع ده سبحان الله هو قسمه ونصيب ورزق من الله سبحانه وتعالى. طيب احنا ندعي يعني انه ان شاء الله ال 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 انتوا كلكم اعتبروا هاشتاج؟ قاعد اشوف. لا انا بختار بعضها بس. هنا جوشي تقول بنت. ايوه الزواج ما صار، طبعا وجهه نظر، الزواج ما صار مهم في هالزمن، خاصه اللي مرتاحه ماديا ومرتاحه في حياتها. تفضل تكون بدون زواج الا اذا جاء المناسب. تمام؟ بس هذا الجلسه في المكان واذا جاء المناسب ممكن الى يوم الدين. صح. هنا الوعي والنضج من اهم شروط الزواج بعيدا عن العمر. يا سلام. جميل. شوف بعد معلش ابو منصور، بنت المجد تقول من وجهة نظري اشوف ان حد البنت الى 25، اما الولد ممكن الى 35 نظرها هذا بالاعمار. وجهة نظر الزواج يكون عند نضوج العقل وتحمل المسؤولية. في بنات عقلها ناضج وهي بعمر 22، وفي بنات عمرها 30 ما تتحمل اي مسؤولية. القاعدة بالزواج يكون الطرفين قد المسؤولية بغض النظر عن العمر. طيب يعني قد المسؤولية بغض، كيف اعرف مسؤول؟ كيف نعرف البنت مسؤولة؟ انت الان اذا جاء اكثر إذا من يعرف أكثر من يعرف أنه هذه البنت مسؤولة، هذه أمانة في الأخير، أهلها أسرتها. طيب أسرتها. طيب معلش يا أسر، أنت الآن جاك عريس، جاك عريس لأختك في البيت، وأنت عارف أن أختك دي زولة بتنوم النهار كله وما مسؤولة، هتقول تقول البنت دي ما مسؤولة؟ فاهم الفكرة؟ لا بس ما راح أقول بنتي سنعة. لا هنا النقطة. كيف ما راح تقول؟ هنا النقطة. أنا في الأخير في الأخير أنا قد أخدع هذا الزوج بغض النظر. أنا الحين أتكلم بشكل عام، ممكن ترى تطلق بعدها بأسبوع، صح ولا لا؟ اي بس بقول لك شيء، هتصير مشكلة اكبر بكثير. كم القصص اللي صارت ان البنت في بيت اهلها. لا ترى الوضع هنا يختلف عن الوضع هناك، قد تكون هي اصغر واحدة ومدلعة وكذا. اكبر قاعدة مع محمد عباس، اكبر اي واكبر قاعدة مدمرة في عالم الزواج، زوجوه يعقل. يجيك هذاك خربان من بنتي لا ذا ولا، يروح يتزوج عشان يعقلونه. شوف تخلي الولاد، تخلي يعذب الناس ولا اي، والعكس والعكس زوجوها تعقل. يجي اذا يا مسكين يا يتحمل يا ما يتحمل، كل الطرفين. طيب معليش ترى اللي يعني اللي تحمل جزاهم الله خير. الهبال الان كثير، تلقى عشب بقول حاجه كتير. محمد عباس لا ده حيتزوج ولا ده حيتزوج، لا تلقاهم استقروا، بس هذا فيه سكر وضغط وده، وهذه فيها جلطه لا بالعكس. شوف احيانا ترى العلاج بالصدمه، ترى علاج موجود في كميه من المشاكل الاجتماعيه. والله اتكلم جد. صحيح صحيح. ما قلنا شيء. حط الولد في يعني هو ما يكون سربوت يا ابو عمر اقصد ولا يكون يعني مش علم على الكلمه يعني. هو الولد ما هو خربان. لوك ماذون انكح بيجلدونك ويطردونك. انا بحكي لك قصه بعد شويه صارت. اسمع يعني الولد ما يكون انسان مثلا يعني بعيد جدا ايوه، لكنه انسان. انا اقصد انه الفكره يعني يكون ولد انت عارف انه رجال ان شاء الله عاقل. ايوه عاقل وذرب وكذا، بس انه يعني عنده الطيش الشبابي ما في شيء. لكن لما يتزوج سبحان الله يشيل المسؤوليه. ترى انت كأب تعرف، مره من المرات جاء ولد عمتي انا رايح يخطب بنت عمي، مش الكلام ده كويس؟ الكلام ده داخل الاسره اللي هي بنت خاله. فجاء ابوه ما من الجماعه، ابوه كذا من يعني من قريه ثانيه. ابوه فقال والله يا جماعه الخير يعني احنا كذا بعد ما جو عندهم في البيت عايزين يخطبوا وعشوهم وظبطوا الامور كذا بعد العشاء. قال لهم اخوانا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، والله احنا يا اخي الليله يعني دي ليله سعيده وكذا، احنا والله دايرين نخطب لولدنا فلان، دايرين نخطب له وبنتكم. وسكت كذا عاين لولده. اسمه منو؟ ما كان يعرف اسم البنت. المهم قال له بنتكم فلانه. طيب والله شوف والله ولدي ده يا اخي هو ما كعب، لكن ان شاء الله لقدام بيصلح يعني ما هو كفو. لا ما كعب يعني مو سيء. فهمت؟ هذا ده الابو. انت وضحت الدنيا الحين. اسمع هو واحد ما يعرفه مو ولد عمته. ايوه واحد مر عليه. لا عادي على اساس عيال عمتي اثنين، عيال عمتي ما شاء الله 60. قال والله هو يا اخي ما كعب، لكن ان شاء الله لقدام بيصلح بيبقى زول كويس. يعني يا جماعه الخير ترى شوفوا انا علمتكم. هذا الاب يقول. اللي موجودين مين؟ خواله كلهم اللي هم عمام البنت.
ايوه واخوانه ومدري ايش قاعد يضحك قال له تعال يا شيخ انت الولد ماله احنا والله لو ما ندري الولد طبعا متربي بينهم ويعرفوه هذا ولد اختهم وكذا قال انا والله شوفوا الولد ده شوف ده الاب كان واضح جدا قال انا والله ولدي ده مشكلته حاجه واحده مرات بقوم صلاه الصبح ما بقوم آه. انا بالنسبه لي دي مشكله كبيره ان شاء الله اللي قدام ان شاء الله يخلي العاده دي يعني انت راجل لو جاك واحد قال الكلام ده دقيقه يعطيك واحد سياره يقول سافر فيها الشرقيه تراها خربانه بس بتمشيك ان شاء الله منتزه سعد شوي وشد حيلك شوف اذا بيتزوجوا ولا بيتزوجوا عشان كذا اذا تسمع محمد عشان كذا ما هو عيب جدا انه السؤال عن الزوج وهذا الشيء بعض الاسر ما يقدر يقول والله ولدنا فيه بلا ولا ولدنا ما يقدر في الاخير يبغى يزوج ولد لعل وعسى انه يكون كويس انت من واجب انت عندك بنت حتتزوج اسال عن الرجل بكل التفاصيل ما هو عيب طبعا اسال عن حياته اصدقائه عمله في كل مكان عشان تعرف يعني معدن هذا الرجل وبرضه ترى في حاجه تخوف يعني تلقى بعض الله يحفظهم جداتنا وامهاتنا الكبار اذا شفتها تاكي في عرس في زاويه اعرف انها تصيد اعرف انها تكنتر عرفت تصيد اي تاكي كذا بالجنا وتطالع هذه ابن بنته وهذا تتعشر ايوه بالضبط اذا جت قالت عندي ولد ما شاء الله عليه ما يقوم من سجاته هنا المفروض تخاف تأكد تحس انه ابو الرجب وهو بالضبط تسوق لسام الجابري فهمت احسن لاعب المنتخب فهمت والله ما شاء الله عليه يصلي الفرض ويزكي توه الحين متبرع الواحد عند القاعة فهمت؟ فأيوه فهذه أكيد إنها بتحب ولدها ويكون بس لكن عاطفتها الجياشة بتخليها تقول عن طيب ولدها الصحيح والغير صحيح إحنا الآن عزيز أنا والله أتكلم جد طيب. أبو عمر أنتوا الآن تكلمتوا وتناقشتوا في سبب المشكلة العنوسة دي نبغى الآن حلول حقيقية واقعية للمشكلة دي يعني عندنا مثلا الآن كثير من البنات اللي تجاوزوا 40 سنة وقعدات 40 اها يعني انا اشوف انه العنوسه الفعليه ممكن اذا قلنا انه من جد ممكن 40 وما فوقها يعني لانه الان مقبوله ترى موضوع ال 30 تلقاها توها متخرجه من الجامعه مخلصه ماجستير فاشوف انه يعني العمر ده ما حاجه بس اقصد انه الان ايش الحلول الفعليه الواقعيه اللي ممكن تطبيقها الان على ارض الواقع تدري انا بس قبل ما مع ان ذكرنا شيء من الحلول ترى بس قبل ما اتكلم تدري بعض البنات احيانا اذا تاخرت في الزواج تاخرت تلقى الشباب الان يسالون خبر واحده نبي واحده دكتوره ولا مدرسه شوف شلون عشان من اسباب التاخر احيانا زين ايوه دكتوره بس ما اخذها عشان ايش راتبها هذا اللي يقول اذا اتاكم ان ترضون دينه وخلقه النبي عليه الصلاه والسلام قالها لكن ابو عمر شنو اللي هو تنكح المراه لمالها قال ذكر منها لمالها ما في اشياء بس وش قال بالاخير بس لمالها يا ناس خلاص دقيقه بس دقيقه قال فضفر بدات ما كنا بنا الدين لكن ما قلنا اذا ودينا لا حول ولا قوه الا بالله هو انت عادي اي نقاش بس مو لازم يزدح تزعل بس راح مجدد احشرك في الزاويه لين اقنعك انا ما اتحدث الان ان هذه دكتوره خلاص ما ناخذها انا اتحدث عن سبب المشكله يوم تاخر الزواج وانتظرت هذه حتى كانت دكتورة طمع فيها أحيانا من هو ليس في ذهنه أن الدين رقم واحد ما حط هو حتى بنفسه هو يتكلم يقول أنا ما أبغى أنا أبغى اللي دكتورة ولا معلم طب أنت تبي دينة قال ما يهمني أنا أهم شيء دراهمها هذه المشكلة ترى هذه بداية خاطئة هي بداية استغلال أي نعم لكي ننهي الزواج وتستمر الحياة بشكل صحيح لابد يكون البداية صحيحة هذه من الحلول البداية الصحيحة كيف العمر اختيار العمر بشكل مناسب ثم الرغبة إذا في رغبة وفي مبادرة قلنا من الأطراف المعنية بداية من البنت وبداية من الشاب ثم الأسرة ترى هذا ثم رقم ثلاثة التواصل المجتمعي ترى لو الإمام يتحدث عن هالمشكلة في المسجد والأقارب في مجالسهم قالوا يا أخوان يا كرام ترى عائلتنا العدد كبير الآن جاي اجتماعات العيد قريبة أنا منيتي أنهم كل عائلة تكون عندها إحصاء زي ما هيئة الإحصاء اللي في السعودية جزاهم الله خير مرة حلوة للبلد يطلعون إحصاء يقولون ترى عائلتنا تدرون كم في عام اصدموا الحضور اللي حاضرين كبار وجايين يبون حلاوة بقر ويبون يسلمون ويعايدون صح ولا لا؟ صح اصدموهم بالرقم هنا تقول صدمة والله ترى عندنا كذا وعندنا كم شاب وين رايحين ذولي؟ احنا لو ما ساهمنا في مثل هالأمور صدقني بنكون عائلتنا ربما من العوائل المتأخرة في هذا الموضوع يا سلام كمثال يعني المبادرة يعني أبو عمر قال كلمة جميلة المبادرة ثم المبادرة ثم المبادرة والله شوف لو أي إنسان في الدنيا حمل على عاتقه هم الموضوع أعتقد أنه بينحل لما أبو عمر يكون شايل هم ياسر شايل هم أنا شايل هم ترى الموضوع حينحل والله فهو لازم يكون في شخصيات والله فكرة العيد دي أنا أشوفها فكرة مرة خطيرة يسوي حصر إحصائية كم العدد اللي موجود عندهم مو لازم يعني اختر
يعني العمود ألف والعمود باء، مو لازم يأخذ الشباب اللي هنا يعطوهم البنات اللي هنا، لا. لكن يا أخي أي واحد يعني يعني حيلقوا المناسب أكيد، حتى لو مو من الجماعة، من برا، من فلان من فلان، وترى بتنحل المشكلة. ولا حياة يا جماعة الخير، والله العظيم الأمور اللي زي كذا لا فيها حياة ولا فيها شيء، عادي ترى تتكلم مع بالعكس مشروع يا أخي مشروع. إذا عندك أخوك مثلا عنده بناته أو عندك ترى تناقش معاهم، بالعكس افتحوا الموضوع تكلموا. ترى بعضهم يا ابو عمر احيانا يكون عندهم مثلا مشاكل في يعني يعني داخليه، مثلا ما تبغى الشيء هذا، خايفه من الموضوع او شافت متردد تجربه غير ناجحه. حتى بيني وبينك ترى انا ابغى ياسر يقول، بس ترى بعض الصاحبات والصديقات وبعض الاصدقاء يا سلام من اسباب ياثرون صح والله العنوس اللي في مجالس اذا جلسوا وايش تعرسي الا اصبري، ما حد لمس ولا حد له، اصبري لا تستعجلين. والشاب يا رجال وسع بالك لاحقين خير الله اكبر صح، وخلها هي تجيك من هذا. ترى الوزوزه ذي هي اللي احيانا قد يكون لها اثر سلبي. انا ابو منصور طيب انا اشوف انه اكثر من نقطه. اول نقطه اللي هي الوعي، لازم يكون عندنا انه وعي في مساله الزواج، انه ترى الزواج ما هو الذهاب للمهلكه، وايضا ما هو الذهاب للحياه المخمليه الجميله. ايوه لازم نعرف انه الزواج في الاخير فيه اللي لك وفيه اللي عليك، فيه تحمل مسؤوليه، فيه مشاركه، فيه حياه حلوه، ولكن ما في ولا في عذاب. فهمت قصدي؟ لازم يكون عندنا وعي تجاه الزواج، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لازم يكون في نوع من التيسير. بعض الاباء للاسف معقد مساله الزواج، انا بنتي والله ما يتزوجها الا من العائله الفلانيه صح. ولا يتزوجها الا واحد من قبيلتنا، ولا واحد نعرفه من بني عمها، ايه من فخذنا ومن بني عمها، ولا اذا ما جاء من ولا حتى لو من بني عمها لازم المهر بالوقت الفلاني، وهديه لامها، هديه لابوها، هديه لجدتها، هديه لجدها، هديه للقبر وجد ابو جدهم لانه صح احتمال ذا، وهديه الواحد مار من شارع يعرفونه هديه له، وهديه راعي البقاله لانه نعرفه احنا نمون عليه لازم. فهمت؟ فهذه التعقيدات نشوف انه برضو من يعني اكثر اسباب الزواج تعطل الزواج في مساله التعقيدات. طيب رقم ثلاثة، في مساله ال يعني التسهيل من الناحية مو فقط المادية، التسهيل من ناحية المواصفات عند الزوجة. فهمت؟ لا تتخيلي فارس أحلامك اللي بيجيك على الخيل الأبيض ويجي يركض، والفارس واحد ممكن كرش سناوي راسه بني يعني عادي. فهمت؟ مو بشرط، أهم شيء أخلاق دينه هو خلقه. يا سلام، إذا وصل هذا الشخص بدينه وخلقه فالحمد لله رب العالمين. ما أقول إنه نرضى بأي أحد، والعكس صحيح. لا حتى الرجال كمان لا، أيوة لا تخيل. تجي لا تتخيل والله أنا أبغى نفس سندريلا حتى الكعب يكون مو موجود. لا لا لا، في الأخير الحمد لله رب العالمين، رب العالمين وضع الألفة والمحبة. شوف نفسك، شوف نفسك في المراية. أيوة. ورقم اثنين، رب العالمين وضع سيضع الألفة والمحبة والمودة بعد الزواج. وغير كذا يا أخي اللي يتق الله والله يعينه الله. يا سلام، الحديث الصحيح إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. بمعنى شوف سبحان الله، ترى تفكيك اليسر في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المهور القليلة، زين، أيسرهن أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. نعم. أو قال يعني تصدق أو إيش اللي هي ولو بخاتم هذيك أولم أولم ولو بشاه، لا في بعد ولو بخاتم حديد كمهر. أيوة أيوة صح. الموضوع وتفصيله قائم على التيسير، يعني صح. شوف بعض الأسر إذا يسرت الأمر بإذن الله، وقبل ذلك كانت تتق الله، نيتهم صادقة، نريد البنت، نريد نكفها ونعفها ونريد كذا. نقطة مهمة جدا محمد، نقطة جدا مهمة أيضا هذه، كلمة تخص الشاب اللي بيقدم على الزواج. رب العالمين بيسهل لك، لا تستصعب الموضوع. يعني لا تقول والله بكرة أنا الحين يا الله يكفي مصروفي لنفسي والمش عارف إيش، والموضوع كيف بدبر المهر وكيف. والله العظيم الموضوع تيسير، هذا صار لي أنا شخصيا، أقسم بالله الأمور تتيسر بشكل أنت لا تتخيله. كلنا فقط أحسن النية واتكل على رب العالمين. جميل. يا أخي ما في أصدق من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث حق على الله أن يعينهم، حق على يعني الله سبحانه وتعالى يعني ألزم نفسه بهذا الحق. ومن أنت يا شيخ عشان ربنا يلزم نفسه بالحق تجاهك؟ حق الله على الله أن يعينهم، منها شنو؟ الناكح يريد العفاف. نعم. إذا أنت كان نيتك أنك تعف نفسك عن الحرام وتحفظ نفسك، والله العظيم ربنا بيعينك ويوفقك. زي ما قال ياسر، أتحدى شخص، أسأل أنت ذاتك، أسأل أبوك، قل له هل أنت لما جيت تزوج كان عندك
تفاصيل معيشة، كان عندك كل شيء أتحدى يا شيخ. والله لا كان عنده بيت ولا سيارة ولا 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 ولا، بل بالعكس سابقا الناس كانوا يتزوجوا بدون أي شيء. الدفع الأحمر. أي والله. فعشان كذا حق يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق على الله أن يعينهم أنك حدود العفاف. واسأل أي شخص تزوج إن شاء الله قبل شهر، قل له بالله كيف دبر يا رجال. أنا أكبر مصايب في حياتي صارت أيام زواجي، أكبر مصايب حصلت لي قبل زواجي. أنا حضرت ما راح أصير مصيبة رب. والله يا أبو عمر إنها مشت كذا تربك 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 تياسي. صح. أقصد إنه يعني من الله اللي ربنا في من الحلول برضو ترى لابد التفات المجتمع اللي هي الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، القطاع الخاص. يعني مثلا في مشاريع جميلة تقام لو كان هناك دعم واضح وجلي للمتزوج حديثا بأي صح. شكل من الأشكال. أنا أشوف في دورات تطوير، في دورات تدريبية، أشوف في برضو بعضهم يعني لو بعض العوائل لو قلنا بعض الأسر قالوا ترى أول واحد يتزوج من السنة هذه من العيد هذا إلى العيد القادم ترى له هدية كذا، وهم حاطين من ضمن جوائز العائلة والأسرة كذا. تصير في أفكار حلوة تخلي الجميع يقدم على هالأمر يعني. طيب أنا أبغاكم تعطونا حلول جد والله للفتيات يعني اللي ما تزوجن، حلول لهم يعني. هل الواحدة مثلا مثلا أبوها رافض الشيء هذا بعض الأحيان، أو بعض الأحيان ما جاء أحد تقدم ما جاء هالنصيب، ما جاء هالنصيب، الحلول شنو؟ رقم واحد، رقم واحد أبو منصور تفضل. أنا أشوف أول حل الإيمان بقدر الله، في الأخير هذا نصيب. نعم. وشيء مكتوب ومقدر من عند رب العالمين. فمتى ما آمنا أنه هذا الشيء طبعا بفعل الأسباب أكيد حيهون علينا كثير، لا نيأس ولا نضايق ولا نحاول انه نحوس الدنيا والله عشان ما جانا النصيب. يا سلام. نؤمن بالله انه هذا شيء مكتوب من عند رب العالمين، ومتى ما جاء الله يكتب له فيه خير. في ناس في 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 بنات تزوجوا بعمر وين؟ لا إيه؟ في شيء جميل احيانا يهون على الواحد مصيبه، تدري ايش؟ النظر الى من هم دونك في هذا الشيء. يعني شوف فلانه اللي تزوجت وما الله كتب لها نصيب